بسم الله الرحمن الرحيم، هنستكمل حاجة بسيطة بس. أنا دلوقتي معايا حاجة يو اس بي، مثلا دونجل أو هارد ديسك، وعايز أحطها في الجهاز الوهمي. أنا دلوقتي مثلا هوصل أهو، دلوقتي أنا كده وصلت يو اس بي. مجرد ما بوصل فبيجي لي إن نيو اس بي ديتكتد. عايز توصلها للهوست ولا للفيرشوال ماشين؟ الهوست اللي هو الجهاز الحقيقي، الفيرشوال ماشين اللي هو اللي حضرتك شغال عليها دلوقتي. مثلا لو أنا قلت الهوست دلوقتي، هو لو انا فتحت ماي كمبيوتر وصل الهارد ديسك اللي هو ده ماي باسورد، تمام، وصل الهارد ديسك. طيب لو انا جيت هنا كده في الفيرتشوال ماشين وقمت عامل بلاير وبعدين عملت ريموفابل، لقيته بيجيب لي انت عندك في ويسترن ديجيتال ماي باسورد. لو انا عملت كونكت كده هيفصل من الجهاز الحقيقي وهيشتغل في الجهاز الوهمي. كده راح من هنا، راح من الجهاز اللي هو الكمبيوتر الحقيقي وداخل هنا على الجهاز الوهمي، تمام. طبعا كأنه موجود، لو فتحت ماي كمبيوتر ماي باسبورت موجود. عايز تفصله برضه نفس الكلام، سواء بتجيب ريموفل، سواء اذا كان يو اس بي فلاش ميموري دونجل اي شيء، تيجي كده ديسكونكت، كده فصل من الجهاز الوهمي وهيروح اوتوماتيك على الجهاز الحقيقي. انا عملت ريفرش باسبورت، هو ده، تمام. كده ان انت بتنقل الحاجه اليو اس بي من الجهاز الوهمي او الجهاز الحقيقي. في حاجات تانية زي الكاميرا بتاعة اللابتوب، ممكن برضو تنقلها من الجهاز الحقيقي للجهاز الوهمي، اللي هي كوانتا اتش دي كاميرا، ممكن تنقلها من الجهاز الحقيقي للجهاز الوهمي. وفي عندي هنا داتي بلينك، ده يو اس بي واي فاي. ده طبعا النتورك ادابتر اللي شرحناه المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات، سيتنج ان حضرتك تعمل كده، لازم تخليه بريدجد وياخد من ياخد من كروت الشبكه الحقيقيه، دي كروت الشبكه الموجوده. فانا مخلي الجهاز الوهمي اللي هو ده ياخد من كارت الواي تي بي لينك الوايرلس يو اس بي.